الهدف من هذا البرنامج هو ترسيخ الطاقات الإيجابية لدى الطلاب وخلق شباب واعد وواعي يتحمل مسؤولية وملتزم ولديه الثقة بالنفس من خلال القيام بالرحلات والتخييم. الأهم من ذلك حقيقة هو تعويد الطالب وتدريبه على كيفية إدارة المواقف الصعبة والقيام بعمليات التخطيط والتنفيذ وصولا لاتخاذ القرار السليم. الكلية تطمح في تطوير هذا البرنامج من خلال إدخال بعض المهارات المتعلقة بالاستكشاف والبحوث العلمية سواء كانت على اليابسة أو ربما في المستقبل على في البحار. الكلية تعول على هذا النجاح الذي تحقق، لأن هذه الفكرة أتت العام الماضي وتم تنفيذ أول مخيم بالطريقة التي ظهر بها مؤخرا من خلال شؤون الطلاب. نتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب أن إضافة مجموعة من النشاطات والمهارات التي تسهم في إثراء المعرفة لدى طلابنا وإظهار الكلية بالمظهر المشرف. يعتبر برنامج مغامرات إمكو من برامج الأنشطة اللاصفية التي نفذتها كلية عمان البحرية الدولية خلال العام الأكاديمي 2016-2017، وسيتم تفعيل هذا البرنامج بصورة أوسع خلال الأيام القادمة وخلال الأعوام الدراسية القادمة بإذن الله، متمنين للقائمين عليه كل التوفيق والسداد.
أشكره الجميع على التعاون وعلى الجهد اللي بذلته سواء كان من البداية على الظروف اللي يعني حصلت لنا ومشت كذي، لكن الحمد لله رب العالمين يعني الأمور كانت طيبة. برنامج مغامرات كلية عمان البحرية الدولية برنامج مفيد وممتع يهدف إلى إكساب طلبة الكلية المهارات الحياتية ومهارات التخطيط وتنظيم الوقت وكذلك تحليل وحل المشكلات، وهو برنامج مخصص لطلبة كلية عمان البحرية الدولية حيث يتمكن الطلبة من زيارة مواقع عديدة سياحية يتعرفوا عليها من خلالها على المناطق والتضاريس الجبلية والأولية الموجودة بالسلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طالب اليعقوبي مشرف طلابي كلية عمان البحرية. برنامج مغامرات إيمكو أحد البرامج اللي استحدثها كلية عمان البحرية أخيرا لتنمية المهارات الحياتية للطلاب وطالبات كلية عمان البحرية. الحمد لله البرنامج هذا تم التخطيط له من قبل سنة كاملة
ورأى النور في السنة هذه الحمد لله، وهذه تعتبر الرحلة الأولى لهذا البرنامج. آملين إن شاء الله في المرات القادمة أن البرنامج يمشي حسب ما مخطط له، برحلة شهرية تقريبا كل شهر، برحلة واحدة تقريبا كل شهر إن شاء الله. الشكر لإدارة الكلية على مساندتها لنا في هذا البرنامج واعتمادا لهذا البرنامج، جزاهم الله خير، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسماعيل بن سعود العرفي، أستاذ في كلية أعمال البحرية الدولية في قسم هندسة التشغيل. أود أن أشكر إدارة كلية أعمال البحرية الدولية التي أتاحت الفرصة لنا كموظفين في الكلية بالخروج مع الطلبة خارج الفصول الدراسية لاكتساب المهارات الحياتية المختلفة كتنظيم الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله البريكي، المشرف على الرحلة. الحمد لله رب العالمين. طبعا رحلتنا بدت من يوم الخميس الى هاليوم اليوم الثالث، طبعا 3 أيام كانت مدة الرحلة. الحمد لله الامور مشت على اكمل وجه. نفس الحاجة احب اشكر ايضا ادارة الكلية على الموافقة على وتسخير كل الامكانيات لهذه الرحلة، كما احب ايضا اوجه شكري للطلاب الذين شاركوا معنا في هذه الرحلة الخلوية. الصراحة حبيت أشكر إمكو على هذه الرحلة وبالأخص إدارة كلية أعمال البحرية. جزيل الشكر لأستاذ طالب والكوتش عبد الله وأستاذ إسماعيل لأنهم عانوا معنا في هذه الرحلة. طبعا من خلال هذه الرحلة الصراحة استكشفنا الكثير والكثير. أهم نقطة استكشفناها في هذه الرحلة اللي هو التعاون بين جميع الأصدقاء والشباب اللي معنا في الرحلة. معكم الطالب عبد العزيز درمكي. محمد يونس عبد الرحمن البلوشي. مونس شيد. طبعا نشكر كلية أعمال البحرية الدولية على تصميم وإنشاء هذه المجموعة، مجموعة نخبة من الشباب اللي طبعا من جميع دول مجلس التعاون، وعلى إتاحة الفرصة لنا وتقديم كل ما هو جيد لإقامة هذا المخيم.